في ظل التفشي الواسع والكبير للمتحور أوميكرون في العالم، سجلت بريطانيا نحو 92 ألف إصابة جديدة بكوفيد 19 في ثاني أكبر عدد تسجله من الإصابات اليومية منذ بدء الجائحة، في الوقت الذي يواصل فيه متحور أوميكرون اجتياح البلاد. وبلغ عدد الوفيات الجديدة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة 44 حالة، وأعلنت بريطانيا تسجيل 12 وفاة بمتحور أوميكرون. هذا وحذر استشاري الأمراض المعدية الدكتور غانم الحجيلان من أن أكثر إصابات الكويت ربما تكون من لندن بعد ارتفاع حالات الإصابة بها. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من لندن الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة للقلب والصدر والمدرس بكينغز كوليدج لندن. أهلا بك دكتور حاتم. أولا دكتور، لو تضعنا بصورة الوضع في بريطانيا خاصة بعد الأخبار غير السارة عن الارتفاع الكبير في أعداد إصابات ووفيات أوميكرون. أهلا بحضرتك وبسادة المشاهدين. هو بالفعل أعداد الإصابات مسجلة بالحالات الإيجابية بمتحور أوميكرون بتزيد، ووصلنا بالفعل الأرقام فائت الأرقام اللي شفناها في بداية الجائحة، لكن في وجود الأعداد الكبيرة من الناس اللي تم تلقيحها مع وصول حالة يعني تقترب من مناعة القطيع أو المناعة الجمعية، ما زالت الحالات الحرجة قليلة جدا في بريطانيا، ونسب الوفيات أيضا قليلة بفضل طبعا حملة اللقاحات اللي أثبتت فعاليتها في مواجهة الطفرات بما فيها متحور أوميكرون. نعم، يعني بمعنى أن الإصابات بازدياد لكن الحالات السريرية في المستشفى في المعدل الطبيعي دكتور. هي يمكن أزيد قليلا من الطبيعي، لأن حضرتك القلق الرئيسي حاليا هو من الأعداد الكبيرة اللي موجودة ما زالت من الناس اللي لم يتلقوا لقاحات حتى الآن. نعم. احنا عندنا في لندن وحدها حوالي 2.5 مليون لم يتلقوا لقاحات، وده عدد كبير. لو اتكلمنا على نسبة الحالات الحرجة اللي ممكن تحصل من عدد الغير ملقحين، بالطبع ده سيمثل ضغط على المستشفيات، بس طبعا هذا لا يقارن اطلاقا بما كنا نشهده في الموجات الاولى. نعم دكتور حاتم، ايضا نعم دكتور حاتم، بما شهدته بريطانيا في الموجة الاولى والان، لماذا هذه الأعداد في تزايد بصفة خاصة في بريطانيا؟ لماذا هذه أو ازدياد هذه الأعداد في دول أخرى غير بريطانيا؟ هو يعني الأسباب ليست واضحة بشكل كامل، لكن من أهم الأسباب اللي ظهرت إلينا أن طبعا مع رفع الأغلاق بشكل كامل، وأستطيع أن أقول أن التجمعات الكبيرة اللي كنا بنشهدها مع البريمير ليج وتجمعات الآلاف في الحفلات أكيد ساهمت في انتشار الفيروس، بالتحديد متحور أوميكرون اللي ثبت أن له سرعة تزيد بكثير عن سرعة انتشار متحور دلتا. نعم، دعنا نتكلم قليلا عن أوميكرون بصفة خاصة دكتور. ما هي أبرز أعراض أوميكرون، وهل لمستم بالفعل أنها أقل خطورة من دلتا؟ يعني في الحقيقة متحور أوميكرون بالتحديد يعني لا يوجد خصائص في الأعراض تميزه بشكل كبير عن باقي المتحورات. هناك بعض الأنباء من الزملاء في جنوب أفريقيا أنهم شاهدوا أعراض. دكتور حاتم، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور حاتم سليمان. شكرا جزيلا لك دكتور حاتم.